وتبقى الحرب قائمة ما بين التليفونات الأندرويد الفلاكشيبس وبالأخص من سامسونج والآيفونز الجديدة اللي بتنزل كل سنة. وطبعا زي ما كلنا عارفين مؤخرا يعني من فترة مش قصيرة قوي نزل الآيفونز الجديدة الـ 12 سيريز كلها على رأسهم الـ 12 برو والـ 12 برو ماكس، وبعدين بقى قريب قوي يعني من فترة قصيرة نزلت الفلاكشيبس بتاعت سامسونج اللي هي تعتبر يعني وحوش الأندرويد، وهم الجالكسي S21 والـ 21 بلس والـ 21 ألترا. فالوحوش بقى اللي بيتقابلوا هم الآيفون 12 عائلة البرو مع الـ S21 ألترا. والنهاردة أنا معايا الـ S21 ألترا اللي يعني فيه شوية حاجات مميزة جدا كده، بالأخص يعني حاجة معينة أكيد أنتوا عرفتوا أنا هتكلم عن إيه من عنوان الفيديو أوريدي. وفي الفيديو ده هقولك بقى إيه اللي يخليك ممكن تفكر تجيب الـ S21 ألترا مش الآيفون 12 برو أو البرو ماكس. يعني لو في حاجات معينة يعني تفرق معاك قوي غالبا انت هتفضل التليفون ده. تعالوا نشوف. صباح الخير ومساء الفل على الكل، انا اندرو اديد. السامسونج جالاكسي S21 ألترا، وده يعتبر يعني اقوى حاجة في سلسلة تليفونات الاندرويد اللي نزلت مؤخرا. التليفون ده فيه شوية حاجات يعني بصراحة عظيمة جدا وقوية جدا، وانا كمستخدم رئيسي للايفونز يعني انا شخصيا بفضل استخدام الايفون لبعض الاسباب يعني ممكن اقول لكم عليها، لكن الحقيقه التليفون ده فيه شويه حاجات مميزه كده جدا ممكن تخليك تفكر تجيبه لو انت ميال شويه كمان للناحيه الاندرويد. فالتليفون ده بالنسبه لك هيكون جبار خاصه في كام حاجه كده معينه. لكن قبل ما اخش في تفاصيل الحاجات اللي تخليك تجيب التليفون ده مش الايفون، تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديده اول ما بتنزل على طول. الجالكسي S21 الترا زي كل التليفونات الفلاج شيبس اللي بتنزل مؤخرا في السوق بتيجي في هذه العلبه الرفيعه جدا، وطبعا الترند ده ابتدى لما ابل ابتدت تنزل الايفونز بتاعتها من غير شواحن ومن غير الكلام ده كله. فالشركات الثانيه زي سامسونج مشيت على نفس النهج ده ونزلت لنا برضو العلبه بتاعه الاس 21 الترا شبيهه جدا بالعلبه بتاعه الايفون 12 برو، الاثنين رفيعين جدا كده زي ما احنا شايفين، وطبعا مش جاي جواها غير سلك، والحقيقه البن اللي بنطلع بيه السيم كارد وشويه ورق يعني عشان ما اكونش مفتري. بس سيبكم بقى من العلبه وخلونا نتكلم عن التليفون نفسه شويه. التليفون اللي معايا زي ما قلت لكم الالترا مش البلس ومش ال21 العادي، وده المفروض بيقارن بصفه يعني مباشره اكتر مع الايفون 12 برو ماكس، لكن التليفون بتاعي ال12 برو زي ما انتم شفتوا، ويعني دول اللي انا بقارنهم ببعض. لكن المقارنه الدقيقه اكتر او يعني الفير اكتر هتكون ما بين ده والماكس. لكن في شويه حاجات اساسيه ما بين البرو والبرو ماكس هتبان قوي الفرق ما بينها وما بين الجالكسي S21 الترا زي ما هقول لكم كده بعد شويه. لو بصينا كده بصه سريعه على S21 الترا، اول حاجه هتلفت نظرك هي الشاشة الرهيبة العظيمة جدا الحقيقة من سامسونج في الجيل ده. الشاشة ألوانها فظيعة، الإضاءة بتاعتها قوية جدا، والسطوع بتاعها عالي كويس قوي، الريزوليوشن رهيبة، وكمان أهم حاجة في الشاشة دي إن هي الريفرش ريت بتاعها 120 هرتز ومستمرة معاك. بس هنرجع لموضوع الشاشة ده قدام شوية في الفيديو. لو كملنا لف كده في الموبايل هنلاقي طبعا الكاميرات اللي ورا اللي واخدة تقريبا ربع التليفون، اللي هي برضو شكلها لطيف قوي إن هي واصلة للأحرف خالص بتاعة الموبايل، والمسكه بتاعته لطيفه كده، فتحه يو اس بي سي طبعا، والسبيكرز بتاعته، ويعني هو مسكته لطيفه وشكله حلو. واللون الجديد المات بلاك بتاعه ده بصراحه انا بحبه جدا لان انا شخص سوداوي كده وبحب الالوان السوداء يعني في الالوان. مش عايز بقى اخش لكم في التفاصيل التقنيه قوي بتاعه التليفون ده لان اكيد شفت ريفيوز كتير قوي بتتكلم عن كل تفاصيل التليفون ده، لكن انا حابب اركز اكتر على ان انت لو عايز تشتري تليفون جديد فلاج شيب دلوقتي ومحتار ما بين الاس 21 الترا ولا الايفون 12 برو او البرو ماكس، هقول لك ثلاث حاجات كده اساسيين ممكن يخلوك تجيب التليفون ده لو انت بتستريح في التعامل مع سوفت وير اندرويد. تعالوا بس مبدئيا نطلع الايفون من الجراب البريميوم قوي بتاع الماك سيف بتاعه اللي قلت لكم عليه يعني في فيديو من الفيديوهات اللي فاتت. واول ما هتمسك التليفونين كده هتلاحظ فرق اساسي جدا في التليفونين دول وانت ماسكهم. على قد ما انا عاجبني شكل الايفون اكتر وشكله بريميوم كده برضو اكتر حتى بالماتيريالز والحاجات القويه قوي اللي مستخدمه في السامسونج، لكن شكل الايفون بالنسبه لي بصراحه بريميوم اكتر شويه واشيك شويه،
لكن فرق كبير قوي لصالح السامسونج بصراحة هو في مسكة التليفون ده. يعني التليفون ده على قد ما هو شيك الايفون، لكن مسكته مش مريحة خالص زي ما قلتلكو. الأحرف الحادة قوي اللي فيه دي مخليها المسكة متعبة شوية، ومش هتبقى مستريح وانت ماسكها لمدة طويلة. على عكس تماما بقى السامسونج، برغم ان الالترا ده تليفون كبير جدا وعامل زي فردة الشبشب كده مقارنة بال12 برو طبعا مش الماكس، وطبعا الفرق هنا باين اكتر، لكن المسكة اريح بكتير. يعني انا اقدر افضل ماسك S21 الترا ده لمدد اطول بكتير من غير ما احس ان انا الحروف دي مضايقاني شوية في ايدي او بتاع. الموضوع بصراحة ده ممكن يكون سبب اساسي يخليك تختار التليفون ده مقابل الايفون 12 برو ماكس لو مسكة التليفون دي انت حسيت انها مضايقاك ومش ناوي تحط الموبايل في جراب. تاني سبب ممكن يخليك تفضل تجيب السامسونج مش الايفون 12 برو ماكس او البرو هو الشاشة بتاعته. لو يفرق معاك تردد الشاشة يكون عالي او الريفراش ريت بتاعها هيكون 120 هرتز، ودي حاجة احنا نفسنا نشوفها في ايفون من زمان ومبتحصلش، نتمنى تحصل الجيل الجاي، فهنا السامسونج يكسب بجدارة الحقيقة. يعني لو بصيت على التليفونين كده، ال 120 هرتز دول بصراحة فارقين جدا وانت بتتعامل مع الموبايل، مش هيبانوا خالص في الشاشة عندك وانت بتتفرج على الفيديو، لان غالبا الشاشة اللي انت بتتفرج عليها مش بتدعم ده ولا حتى فيديوهات يوتيوب. لكن الموضوع بصراحة فارق كتير لما بتيجي تغير ما بين الصفحات كده في الايفون او في السامسونج. بصراحة الموضوع في السامسونج اسرع بكتير. واخيرا يعني بقيت تقدر تختار الريزوليوشن العالي للشاشه مع الريفرش العالي في نفس الوقت، مش لازم تضحي بحاجه فيهم، لكن الريفرش ريت بيبقى على حاجه اسمها ادابتيف. لو انت بتتفرج على حاجه مش محتاجه يعني ريفرش ريت عالي قوي تقدر تنزل خالص لحد تقريبا 11، بس لو حاجه انت بتسكرول بسرعه وبتاع هتقدر توصل معاك لغايه 120 من غير ما تضحي خالص في الريزوليوشن بتاع الشاشه. ودي حاجه الحقيقه محسوسه جدا وانت بتقلب كده في القوائم بتاعه السيتنجز وبتاع. طبعا يعني زي ما قلت لكم مش هيبان قوي عندكم، لكن مسكت التليفونين هتلاحظ الفرق ده بشدة. تالت حاجة وهي الأهم اللي ممكن تخليك تختار السامسونج S21 ألترا عن الآيفون هو الكاميرات وبالأخص الزوم. زي ما شفتوا كده من عنوان الفيديو هوريكم تجربة يعني غريبة جدا ومختلفة جدا ان انت تطلع نتيجة زي دي من كاميرا موبايل من غير ما بتعمل اي حاجة خالص. انا هطلع بالموبايل ده على يعني اعلى حتة في القاهرة، طبعا اي كلام مش على حته ولا حاجه، انا هطلع فوق سطح مبنى في القاهره عادي جدا، وهجرب اصور القمر بكاميرا الموبايل الاس 21 الترا بما انها بتعمل زوم لغايه 10x اوبتيكال و100x ديجيتال. الرقم ده رهيب في عالم الكاميرات، وطبعا ان احنا نشوفه في كاميرا موبايل وتطلع بالشاربنس وبالدقه دي حاجه هتكون يعني قويه جدا. تعالوا نشوف كده النتيجه هتطلع عامله ازاي من غير اي اديتنج ولا اي حاجه، ونرجع نكمل كلام في الاستوديو هنا. زي ما احنا شايفين كده يعني القمر هناك اهو شبه مكتمل في ليلة مظلمة جدا. وهنا الترايبود بتاع الكاميرا متثبت عليه الاس 21 الترا، وهنجرب كده من موقعنا هذا نشوف الصورة يطلع شكلها عامل ازاي. ادي القمر، نقرب بقى شوية، ده الـ 3X محتاج نحرك الترايبود شوية، ده الـ 10X وبعد كده نحتاج ان احنا نقرب اكتر لغاية 100X. ابتدى يبان اهو، اوبا. مش عارف ليه تقريبا الستابلايزيشن يعني او طريقة تثبيت الصورة الديجيتال دي بتحرك شوية الصورة جوه الفريم حتى لو الترايبود ثابت، بس انا بحاول يعني اقرب على قد ايه يعني حركت حتة صغيرة طار بعيد جدا دلوقتي، ده اللي بتكلم فيه. ممكن نحاول نثبت مرة تانية كده، موضوع صعب شوية عامة. ايوه ناخد فوكس بقى، استنى بيجري بيجري لوحده برضه يا جماعة. يعني انا من غير ما اخد الصورة الحقيقة منظر القمر رهيب بالميت اكس دول. 2 1 يعني الصورة دي نص القمر طاير فيها، اعتقد ممكن نجيب صوره احلى شويه. انا هوريكم الصور دي يا جماعه من غير اديتنج خالص برده عشان نبقى متخيلين المنظر عامل ازاي، وهوريكم بعد كده بعد الاديتنج ممكن الصوره يطلع شكلها عامل ازاي. بصوا يا جدعان الصوره على الموبايل شكلها عامل ازاي، متخيلين ده صوره للقمر من على تليفون متصوره من غير اي اديتنج كده، وهوريكم بقى الصوره دي على الكمبيوتر شكلها بيكون عامل ازاي. لكن ده مجرد من شاشه الموبايل زي ما احنا شايفين كده، احنا لسه في الشارع يعني.
زي ما شفنا كده الموضوع بصراحة مبهر جدا، يعني انت طبعا عمرك ما هتقدر تاخد نتائج شبه كده بالايفون او بتهالي باي تليفون تاني، يعني لان مش بس الزوم قوي قوي، طبعا دي اهم حاجة، لكن الشاربنس برضو قوية، يعني حتى في الكاميرات العادية اللي ما فيهاش زوم الشاربنس برضو في الكاميرا بتاعت السامسونج اعلى سنة. لكن طبعا موضوع الزوم ده هو اللي مودينا في حتة يعني جديدة قوي علينا في عالم الموبايلات. زي ما انتم شايفين كده قدامكم دلوقتي، دي الصورة من غير اي اديتنج طالعة من التليفون S21 Ultra، معمولة لغاية 100x زوم، يعني هم 10x اوبتيكال وبعد كده لغاية 100 ده ديجيتال زوم. لكن بفضل السنسور الكبير مع الديجيتال زوم ده طبعا بتفقد كتير من الكواليتي بتاعت الصورة، لكن مازالت متشافة كويس وشكلها حلو قوي، ودي من غير اديتنج خالص زي ما قلتلكم. لو عملت شوية اديتنج للصورة زي ما انتم شايفين كده دلوقتي، تقدر بقى تبتدي تشوف شاربنس اعلى شوية والوان يعني كده قمرية كده لطيفة جدا. فالحقيقة الصورة اللي طالعة من التليفون انا بالنسبة لي مبهرة جدا، ومفيش زيها يعني منافسة كتير في كاميرات التليفونات، ودي حاجة الحقيقة سامسونج تفوقت على نفسها فيها، ونتمنى نشوف حاجات زي كده برضو طالعة في الايفونز اللي جاية قريب. لكن اعتقد ان سامسونج يعني هتفضل رائدة في الحتة بتاعت الزوم دي لمدة مش صغيرة. حاجة غريبة بس بقى لاحظتها في الكاميرا بتاعت السامسونج دي برغم ان هي كاميرا جبارة جدا، هي ان انا لما بقلب ما بين الكاميرات الوايد انجل والعادية والزوم 3x وال10x، مش بس الزوم هو اللي بيختلف، لا يعني الريشيو بتاعت الصورة بتختلف شوية. يعني لو بصيتوا معايا كده، انا دلوقتي حاطط العلبة بتاعت الايفون قدامي، ودي مثلا الوايد انجل، وبعد كده انا هو يعني شايف نفسي وانا بصور بس، فدي كده الوايد انجل. لو قربنا الدنيا ما اختلفتش، قربنا بس شوية، لكن لو رحنا للتلاتة اكس الابعاد يعني شكلها اتغير، وهيبان قوي لما نرجع تاني للزوم الاقل شوية. يعني بصوا لو رجعت كده درجة كمان، شفتوا اللي حصل؟ يعني هي رجعت وبعد كده غيرت كده الزاوية او الريشيو بتاعتها بطريقة معينة. هوريكم تاني، هنزوم ان بقى كان زوم اوت، اوب التغييرة اللي حصلت دي، يعني غالبا حاجه ليها علاقه بالانجل بتاعت كل كاميرا فيهم. بس كان نفسي سامسونج يعني تحبك الموضوع ده بطريقه شكلها الطف شويه، وان الترانزيشن تحصل بطريقه سلسه، مش ازوم اوت كده والاقي فجاه الصوره الابعاد والريشيوز بتاعتها اتغيرت او النسب. فدي حاجه ممكن تتظبط في سوفت وير ابديت يعني، بس دي حاجه لاحظتها قلت اقول لكم عليها. وبس كده، دول ثلاث حاجات ممكن يخلوك تشتري السامسونج مش الايفون. لو يفرق معاك قوي المسكه بتاعت الموبايل في ايدك من غير جراب، السامسونج اريح، او يفرق معاك ال 120 هرتز في الشاشه، موضوع سلس جدا وناعم جدا ورهيب الصراحه، او يفرق معاك الزوم في الكاميرات لان ده مبهر جدا زي ما قلت لكم وزي ما شفنا مع بعض. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للشانل عشان تشوف الفيديوز الجديده اول ما بتنزل على طول. ولو عندكم اي اقتراحات لفيديوهات جديده عايزين تشوفوها اكتبوها لي في الكومنتس، وانا احاول اعمل اللي اقدر اعملهم فيهم. اشوفكم الفيديوهات الجايه، سلام.